قدم مصمم الأزياء السعودي يحيى البشري مجموعته للخريف والشتاء القادمين للخياطة الرفيعة أوت كوتور تحت اسم العودة إلى الجذور، مجموعة تذكر بأصول البشري العربية وما صمم من فساتين في بداية التسعينات من القرن الماضي، عرض مستوحى من نقوش الشماغ العربي بلونيه الأحمر والأبيض. قام المصمم بتنسيقها مع أقمشة تستخدم عادة في حياكة الفساتين الراقية كالدونتيل والتيل والحرير والشيفون. كانت كل المجموعة مستوحاة من الشماغ العربي أو زهرة ونقوش الشماغ العربي، وجزء من المجموعة استوحيتها من الفستان اللي عملته ليدي ديانا في التسعينات، وكانت النقوش زخرفة من قريتي أو من قرى عسير. تراوحت ألوان المجموعة بين الأبيض والفضي والذهبي والأسود إضافة إلى المرجاني والأصفر. بشوف الأزياء العربية أو الفساتين أو تصاميمها خصوصا بتعرف عن طريق ما تصنع أو ما تصمم على ثقافتنا العربية أو ثقافتنا الخليجية؟ هو المفروض أنه المصمم العربي أنه دائما يحكي يعني في الثيم اللي عنده، أنه يقدم شيء من يعني مش شرط تراث بلده بالتحديد، يعني من نفس منطقته يعني. فأنا أعتقد أنه مطلب أنه المصمم العربي أنه مدامهم متواجدين بكثرة في باريس أنه يعني يستلهم شيء من خيال منطقته او من واحنا نمتلك زخرف او نقوش وارت كبير في العالم العربي، اعتقد انها كافيه انها تصنع مننا شكل للموضه مختلف. للتذكير بما يصمم البشري من ملابس رجاليه، شارك 8 عارضين بعرض ملابس رجاليه حيكت بطريقه انيقه وعمليه. كل سنه احط ما بين 8 قطع الى 10 قطع رجاليه، لأنه أنا بدأت كمان لبس الرجال من عام 97. فستانا زفاف أحدهما مستوحى من العقار العربي قدما في العرض، وفوجئ الحضور بعرض فستان زفاف ثالث أحمر اللون قام البشري بتصميمه منذ 20 عاما. يحيى البشري، أنت تصمم لمهرجانات كمهرجان الجنادرية مثلا، هل تجد نفسك مصمم مسرحي أكثر من أنه بس مصمم أزياء أو اثنين معا؟ أنا أعتقد اثنين معا، ولكن أميل للمسرح بشكل كبير. أعتقد لما تتبع سيناريو معناته خيال مختلف، تعمل كونسبت جديد، فكرة جديدة. عشرون عاما مضت على أول عرض أزياء ليحيى البشري هنا في باريس، وما زال هذا المصمم يترك بصمته على أسبوع الموضة الباريسي للخياطة الرفيعة من خلال التصاميم التي يقدم. ليث بزاري، العربية، باريس.